الآية 60 يبدو أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كشف له ليلة الإسراء عن واقع مستقبلي ممكن يكون واقعنا نحن على فكرة ممكن يكون واقعنا نحن فاستاء الرسول فاستاء وممكن جت الآية هاي تطمنه هذه الآية تطمئن الرسول تطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظ الآية وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس إذا إيش كأنه بدي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ليش أنت استأت لما رأيت واقع الأمة في عصر من العصور هذه تنساش سورة الإسراء اللي في بدايتها نبوءة إيش نبوءة زوال إسرائيل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إذا في رؤيا ولاحظ كيف مكتوبة الرؤيا يا عماد وهذه غالبا لما تكون منامية أو في رأيي مش منامية فقط وإنما عندما تكون أيضا مستقبلية تتعلق مش برؤية بصرية تتعلق بمستقبل فهون تم الرؤية التي أريناك إلا هي مجرد فتنة للناس في العصر اللي شفته ثم لاحظ مش قال سبحانه وتعالى فتنة للناس وشجرة ملعونة لا فتنة للناس إذن هي جعلها الله سبحانه وتعالى لاحظ شو جعلها فتنة للناس وجعلها الشجرة الملعونة يعني بمعنى آخر اطمئن هي شجرة لا تتجذر ولا يطول عمرها هي شجرة إذن لا تتجذر ولا يطول عمرها في الأرض المقدسة ممكن لاحظ تكملت الآية ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا طيب نشوف يا عماد لاحظ أنا ملونها لعند هون راح اليوم أقسمها لعند هون في شيء ولعند هون في شيء ولعند هون في شيء تمام هذا جمل الآية كاملة 6847 العجيب انه اللي عند هون يا عماد وما جعلنا الرؤية طب ايش هي الرؤية اللي عند هون الجمل 1818 راح نشوف الان 1818 اللي هو جمل فتح الارض المباركة ولعند هون والشجرة الملعونة في القرآن راح نشوف نبدأ هذا جمل الآية هذا ترتيبها من بداية المصحف هيو 2089 طب لاحظ في عندي هنا سبق تحدثنا حول هذا العدد سيهزم الجمع وهيتكرر هون يا عماد وراح تلاحظ انه هون وهون جرى الحديث عن الفتوحات الثلاث اللي كما نعلم عندي هون كما نعلم انه فتح عمر بن الخطاب كان 636 ميلادي الموافق 15 هجري فتح صلاح الدين 1187 ميلادي الموافق 583 هجري الفتح المتوقع 2022 ميلادي الموافق 1443 راح نلاحظ الان انه هذه الآية من بداية المصحف ايش ترتيبها من نهاية المصحف ايش ترتيبها في كل مرة تعطي نشوف سيهزم الجمع 636 و1187 شو اعطانا ترتيبها من بداية المصحف طب وين الفتح الثالث وين الفتح الثالث يا عماد بناخذ ترتيبها من نهاية المصحف شو ترتيبها 4,342 ايوه سيهزم الجمع 2022 للميلاد 1443 للهجرة اذا ترتيبها من البداية تكلم عن فتحين ترتيبها من النهاية تكلم عن فتحين وفي كل مرة شو مكتوب قلنا سيهزم الجمع سيهزم الجمع طيب وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا إيش الرؤيا لعند هون كم 1818 اللي هو جمل اللي هو جمل فتح الأرض المباركة وهذا استخدم كثير وبيعرفوه
بيعرفوه تماما. نرجع. طيب، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. قديش لعندي هون الجمل؟ 4528. إيش هو هذا؟ الذي باركنا حوله 2022 1443. طب وإيش رقم الآية في السورة؟ 60. القانون الرياضي لما بدي أجمع من 1 to 60 بقول 60 + 1 ضرب 60 على 2، وأنا حطيت الضرب هون مع إنه بإمكاني في الرياضيات أقيمه لأنه مجرد وجود أقواس يعني الضرب، بس هون لأنه كثير من الناس بيعرفوش. فإذا 60 + 1 ضرب 60 على 2 هذا مجموع من 1 to 60، وهذا استخدمنا هذا الأسلوب كثير. شو علاقته بجمل الآية كلها يا عماد؟ هاي جمل الآية كلها 6847 ناقص 1830 اللي هو من واحد، شو أعطاني؟ 5017. وهذا جابعنا سابقا في دروس سابقة. نشوف شو هو. فتح بيت المقدس 2022 للميلاد، 1443 للهجرة. هيو تمام؟ طب الآن نستخدم الميزان، هاي جمل الميزان 456. لاحظ الآن بدي أستخدمه زائد وبدي أستخدمه إيش؟ ناقص. لاحظ لما استخدمنا هذا العدد استخدمنا معه 456، أعطاني عدد حروف سورة الإسراء. وعدد حروف سورة الإسراء لأن تحدثنا فيها في درسين سابقات، مش راح الآن أخوض في موضوع عدد حروف سورة الإسراء. وأما إذا نقصنا جمل 456 شو أعطاني يا عماد؟ 3469، وهو 1443 1443، يعني جمل 1443 هجري. هاي هجري شو أعطاني؟ 3469. طيب ما علاقة جمل الآية بترتيبها من بداية المصحف؟ هاي الجمل ناقص 2089 2089 أعطاني 4758. نشوف نفحص 4758 نفحصه ب 456 و456. شو أعطاني يا عماد؟ 2754. شوف إيش 2754. الأرض المباركة، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هاي أول قضية، ورح نعطي قضايا ثانية. إذن الأرض المباركة، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وهو جمل سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر، جيب عندي هون، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. احنا سبق فسرناها، فجيد يرجعوا لقناة إسلام نون في اليوتيوب، من زمان فسرنا الكوثر وإيش يعني الكوثر. على أي بدنا نأخذ الآن فقط الخير الكثير دنيوي أخروي معناها. أعطي الرسول صلى الله عليه وسلم الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ويبدو أنه من الخير الكثير يا عماد، من الخير الكثير هو ما يكون من فتوحات بالذات في الأرض المقدسة المباركة، لأنه دائما بنعكس إيش عالميا، الأرض التي باركنا فيها للعالمين. انت لاحظ فتح عمر شو انعكس على مستوى دولي، فتح صلاح الدين شو انعكس، وهذا شو راح ينعكس، سبق تحدثنا. طيب فسورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. لاحظ الآن احنا سبق تحدثنا في النحل عن الرقم 884 بحث كامل، ترتيب كلمة النحل، وفي كتبنا كتاب حول 309، وكتبنا كتاب حول الميزان 456، وهذا جمل 19. وقلنا وقتها انه على ما يبدو سورة الكوثر اللي هي قصيرة، جيبها هنا شوي، يبدو سورة الكوثر القصيرة اللي كلها 10 كلمات، واحنا تحدثنا رمضان الماضي في الموضوع، قد يستهين الناس انه هي 10 كلمات،
فخطر في بالنا انه هذه العشر كلمات لابد ان تكون فيها امور تتعلق بالقرآن كله. فالعجيب انه الاعداد المركزية اللي خرجت ببحوث سابقة واذا بها فعلا هي سورة الكوثر تتضمن 884 وهذا وراءه كلام طويل، وتتضمن 309 وهذا وراءه كلام طويل، وال456 اللي حد الان نستخدمه، و19 هذا مجموع جملها. ووقتها بينا انه يبدو 884 هذا يمثل البناء القرآني، 309 يمثل دورات تاريخية، 456 ميزان ومنعطي تطبيقات عليه، ثم 19 له علاقة بكل هذا. هذا جمل ايش سورة الكوثر. شوف لي هنا، طيب بدي نروح اكثر، ترتيب اول آية من السورة، اي سورة يا عماد؟ الكوثر. ايوه، لاحظ شو ترتيبها، انا اعطيناك الكوثر مشان نكون عندنا كلمة الكوثر. ها خير كثير، شو اعطاني؟ 6205. 6205، لاحظ شو هي 6205. فتح الارض المقدسة، المسجد الاقصى، فلسطين، 636 طبعا عمر، 1187 صلاح الدين، 2022 كاملة. ويبدو انه التجليات تكون بعد انتصارات هائلة، فكرة يكون دفعة لانتشار الخير في الارض، انتشار خير في الارض. 6200 وكم يا عماد؟ وخمسة. فتح الارض المقدسة، المسجد الاقصى، فلسطين، 636، 1187، 2022. ثم هو عارف شو هو يا عماد هذا العدد؟ هذا هو جمل الآية التي استكشفنا منها الميزان 456، وهذه آية هائلة في مضامينها. لاحظ، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. شك الآن قداش الجمل؟ 6205. 6205 جملها. لا، أول آية يعني. أول آية في الكوثر ترتيبها يساوي جمل الآية هاي. طيب نشوف كمان شو علاقة، ايش ترتيبها؟ قصدك الجمل هذا اول آية، هذه جمل يساوي ترتيب الآية هذيك في ترتيب ان اعطيناك الكوثر، هو جمل الآية. الآية 25 حديد. نعم 25 حديد، ترتيب هذه جمل هذيك. لاحظ، واللي هو زي ما شفنا. شو كمان؟ طب هيو هذا علاقة الترتيب، ترتيب الآية الأولى بالجمل، مش هذا هو؟ علاقة، ما هذه العلاقة؟ شو أعطاني؟ 3451. طب لاحظ شو هو؟ فتح بيت المقدس، المسجد الأقصى، فلسطين، 1443 للهجرة. طب شو رأيك نستخدم مع ترتيبها، نستخدم ال 456؟ هاي ترتيبها، واللي هو جمل برضو الآية 25 حديد، ناقص 456، 456، 548 يعني. شو أعطاني يا عماد؟ 4201. 4201 راحت. شو هو؟ فتح الأرض المباركة، المسجد الأقصى، 2022. عارف شو هو يا عماد؟ هذا عارف شو هو؟ هذا هو، جيب عندي هون، وهذا هو ترتيب الآية السابعة في سورة الإسراء من نهاية المصحف. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الآية اللي متعلقة بزوال إسرائيل في الوعد الآخرة، ترتيبها من نهاية المصحف 4201، فتح الأرض المباركة، المسجد الأقصى، 2022. فالعلاقة بين آية الكوثر وهذه الآية، الآية السابعة من سورة الإسراء، هو 456، 456. أنت عم تلاحظ؟ طب لاحظ الآن إيش ترتيب سورة الكوثر في المصحف.
هي السورة ايش 108. طب اذا نجمع من 1 ل 108 بالقانون المعروف، 108 زائد 1 ضرب، قلنا هذه الضرب يعني احنا عطيناها فقط هيك عشان اللي بيعرفش، ضرب 108 على 2 شو اعطاني يا عماد؟ 5886. هذا ترتيبها اه. طيب 636 عمر اللي كانت 15 هجري، و1187 صلاح الدين اللي كانت 583 هجري، و2022 اللي هي 1443 هذا هو 5800 الفتوحات ميلادي وهجري كاملة كاملة. فخطر في بالي يا عماد شو، شوف الاشي العجيب الان، خطر في بالي طالما هذه الاية 108 عفوا السورة 108 اللي هي الكوثر من 1 ل 108 هو الفتوحات الثلاث ميلادي وهجري، قلت بدي اشوف طب السورة 109 اللي بعد ما بصير هيك لا 109 109 فنفس ركز الان. طب يعني ليه يعني انت 109 انت بدك تستعجل لا النتيجة لا. طيب 109 109 زائد 1 ضرب 109 تقسيم 2 شو اعطاني يا عماد؟ 5995. جيب هون خمسة آلاف تسعمية خمسة وتسعين هو مجموع قيم الجمل في أبجد هوز، فاجتمعوا مع بعضين مع بعض الفتوحات كلها ميلادي وهجري، السورة اللي بعدها أعطتني الجمل أبجد هوز حطي إلى آخره، حط قيمة كل حرف من الحروف وحساب الجمل، المجموع خمسة آلاف تسعمية خمسة وتسعين. ملاحظ خمسة آلاف تسعمية خمسة وتسعين عندك كمالين هون، كمال موضوع الفتوحات اثنين، كمال ايش حساب الجمل اللي هو الاساس اه استخدامه.